سلمى، مع بداية شهر تشرين الأول، شهر التوعية بسرطان الثدي ونتيجة ضغوط الحياة الكثيرة، ممكن نهمل نظامنا الغذائي الصحي، ولكن هذا الشيء أكيد سلمى ممكن يأثر كثير على صحتنا. أكيد نرمين، مثل ما قلنا بعناوين اليوم مخصصين فقرتنا لنحكي فيها عن الأغذية اللي هي ممكن تساعد بدعم السيدة المصابة بسرطان الثدي، والأغذية اللي لازم تبتعد عنها. طبعا كل هذا الشيء رح تطلعنا عليه وعلى أدق التفاصيل ضيفتنا المختصة بالصحة العلاجية دكتورة نور مانسترلي. يسعد صباحك نور. بونجور سلمى، بونجور نرمين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك معنا. وأنا كمان اشتقت لكم. خلينا نحكي من العنوان العريض أول شيء، أبرز الأخطاء اليوم الغذائية اللي بتبعوها الأشخاص ممكن تأثر على صحتهم. هلأ مثل ما بنقول دائما، المعدة هي بيت الداء وبيت الدواء بنفس الوقت، فكل ما كان أكلنا غلط أكيد حتأثر معدتنا وأكيد حتأثر صحتنا، وكل ما كان الأكل صح وعم نتناول الأغذية المناسبة لصحتنا أكيد حتكون صحتنا أفضل. هلأ أكبر الأخطاء الشائعة يلي عم بسمعها كثير، وخصوصا مبارح صار يعني إني سمعتها، بيقولوا إن إحنا بنقدر ناكل بوشار قد ما بدنا، كمية مفتوحة، لأنه هو للدايت. البوشار يعتبر نوع من أنواع النشويات. لما نحن عم نحط له زيت وعم نحرق هذا الزيت وعم نحط الدرع بقلب هالزيت، فأكيد عم تتشكل طبقة، ممكن تكون أوقات ينحرق البوشار تتشكل طبقة لون أسود. هي الطبقة اسمها الأكريلاميد. هيدي الطبقة أو هذا النوع من المواد ممكن تسبب لنا سرطانات وتعملنا تعمل مواد، يعني تشكل المواد المسرطنة بالجسم. لهيك لازم نبعد عنها بشكل كامل. نحن بنقدر أكيد ناكل بوشار بس تكون معمول بطريقة صح، يعني معمول بالمي أكثر من أنه معمول أنه نحرق الزيت. حتى لو كان زيت زيتون، كل شيء بنحرقه هو بصير بضر بالصحة، يعني هو بصير فيه مواد سامة لجسمنا. الأخطاء الشائعة كمان أنه بيقولوا يلا أكلنا مرة مرتين بالأسبوع جانك فود أو فاست فود ما بيأثر معنا. أكيد بيأثر، لأنه كل شيء مقليات وكل شيء معرض لدرجة حرارة كتير عالية، وكل شيء منضف له مواد ومنكهات حافظة. اللحمة ممكن ما بنعرف قدي صار لها، كانت مخزنة بالأماكن ما بنعرف هالزيت كم مرة نقلها فيه، يعني هو ما بصير نقلي نحن أكثر من مرتين بالزيت، لأنه بصير بتشكل بشكل مواد مسرطنة، بشكل مواد كتير مضرة بصحة الإنسان. فنحن ما بنعرف قدي كم مرة مقلي بهالزيت، شو منضف له مواد منكهات، مواد حافظة، المواد الملونة اللي ممكن تعطينا النكهة الطيبة بتجذبنا، هذا كلياته سمع من فوته نحن على جسمنا. المخللات وكل شيء بيحتوي على أملاح كتير عالية، مثل المخللات، المكعبات مرقة الدجاج، ممكن الشيبسات، كل شيء فيه مواد أو صوديوم عالي كتير. كمان هيدي سامة بتعملنا ارتفاع بضغط الدم، ارتفع ضغط الدم، ارتفع كوليسترول، فيها دهون كتير عالية، بده يصير عنا خطر الإصابة بسكتات قلبية، بجلطات ومشاكل تانية كمان. وكلياته بالمقابل بتؤدي للإصابة بسرطانات من نوع المعدة أو الكولون أو الجهاز الهضمي. هلأ سرطان الكولون هو من أخطر أنواع السرطانات، لأنه بيكون كامل، يعني ما بتحسي أبداً لا بأوجاع ولا بآلام، وغير لما بيوصل للماكسيمم للمرحلة الخطرة، أعلى مرحلة هون الواحد بيصير بحس فيه، بيقول بقى بيتذكر يا ريتني ما أكلت هيك ويا ريتني عملت هيك. كلياتنا بنتعرض خصوصاً بالتقلبات الطقسية، ممكن يصير عنا نفخة، يصير عنا غازات، ممكن أي شيء ناكله أو كبكوليات تعملنا نفخة. نحن بنعرف الشغلة اللي بتضايقنا وبنرجع بناكلها. لازم نحمي حالنا بشكل كامل عن هدول الأشياء. أهم شيء إنه نحن نتناول كمية كتير كبيرة من المي، مثل ما بيقولوا المي بيغسل كل شيء نحن بنشربه، ونفرق بين إنه نحن الإشارات الذوقية والإشارات إنه نحن الجسم جوعان أو عطشان، لأنه دائما نحن بنخربط بهيدي الإشارات. يعني ممكن يكون الجسم عطشان وبيسبب لنا صداع شديد، فنحن شو بنفكر إنه نحن رأسنا عم يوجعنا لأنه جوعانين، فبنروح بناكل كتير. هلأ بما إنه نحن بالشهر الوردي لسرطان
الثدي. وهلا الحمله لكل سيده فوق ال 30 انه تعمل الفحص المبكر الماموغراف. طبعا هذا يعني مو شرط اذا وحده عمرها 30 يعني هو يكون معها كانسر، اكيد لا، بس نحن كل شيء بنعمله خطوة استباقية أفضل. يعني أثبتت الإحصائيات العالمية بسنة 2018 9,600,000 شخص ماتوا بالسرطان بجميع أنواعه، فمن وقتها اعتبر السرطان هو ثاني أكبر قاتل بالعالم وأكبر أكبر يعني مرض بالعالم. ولهلا المشكلة إنه ما التقى له لا حل ولا شيء. نحن ما فينا نقول بالأغذية ممكن نحن نعالج الحالة السرطانية، وإنما بنوقي حالنا. يمكن دكتورة نور، يعني دائما نحن وقت شخص بيمرض بيتوجه كمان للغذاء، لأنه الغذاء الصحي بيفيد أي نوع من أنواع الأمراض، فكيف إذا كان مرض خطير مثل السرطان وهو بيتعالج بكل الأحوال. خلينا نحكي اليوم السيدات بعد سن معين شو النظام الغذائي اللي ممكن ياكلوه هو فعلا يساعد على تقوية مناعة جسمهم ويمكن نقول وقاية من الإصابة بالسرطان. هلا أغلب الأطباء بيوجهوا السيدات بعد سن 40، أنا شخصياً بوجههم بعد زمان. سن 30، لأنه نحن التقلبات اللي عم تصير بالجسم بتبلش من سن 30 حتى من 29 بيبلش الشكل يتغير، شكل الجسم، الكتلة العضلية، استقلاب الجسم، حرق الدهون، كله بيتغير من سن 30. مثل بيكون عم تربي بيبي بيكبر لسن معين ببلش بعدين بيعتمد على حال. نفس الشيء الجسم، بنتي بتربي 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 وبتكبري بيوصل لسن 30 بعدين ببلش العد التنازلي شوي شوي. هلا السيدات بعد سن 30 ببلش يتغير جسمهم، الرجال بعد سن 35. هلا شو بيصير؟ ممكن المغذيات او الفيتامينز بجسمنا تنقص. اهم الفيتامينات بعد سن 30 هو فيتامين دي، لانه كمان اخر الدراسات ربطت زيادة الوزن بفيتامين دي. كل ما كان فيتامين دي منخفض نازل ومنخفض، كل ما ثبت الوزن أو أدى لسمنة زائدة. البي ام اي او هو مؤشر كتلة الجسم ليكون اللي بيقيس قد ايه الوزن متناسق مع الطول والعمر، مفروض يكون بين رقم معين اللي هو بين 18.5 ل 24.9. طول ما نحن بهالرينج فامورنا نحن بالسليم. دراسات اثبتت انه كل شخص البي ام اي تبعه او مؤشر كتله الجسم فوق ال 30 هو معرض للسمنه، يعني بيكون بمرحله السمنه، هو معرض للاصابه باي نوع من انواع الامراض ان كان سرطان او غير سرطان، لانه بتكون مناعته شبه قليله نتيجه الدهون المتراكمه ودهون الحشويه اللي بتتراكم على الكبد والقلب. هلا الفكره وين؟ انه نحن بدنا نركز على فيتامين دي، لانه مو بس بيعملنا زياده وزن، كمان بيعملنا خمول تعب، بياثر على الكتله العظميه او كتله العظم الموجود بالجسم. بنعرف بعد سن ال 50 النساء معرضات لانصابوا بهشاشه العظام اكثر من الرجال، لهيك لازم يكون عندنا فيتامين دي خلال نظامنا الغذائي. طبعا اهم مصدر لفيتامين دي هو اشعه الشمس من الساعه 6 ل 9 الصبح. فينا نعوض شيء بسيط منه من البيض، من السمك، من الحليب ومشتقاته. فيتامين فينا نقول الكالسيوم كمان هو كثير مهم للسيدات من سن 30 وطلوع. مع الكالسيوم بدنا ننتبه للمغنيسيوم، المغنيسيوم لانه هو اللي بيساعد على امتصاص الكالسيوم، والثلاثه مع بعضهم هن بيثبتوا بعض بالعظم فبتكون بنيه العظم اقوى. لازم نركز عليهم من وين بنحصل على الكالسيوم، على الحليب. طبعا الحليب المنزوع الدسم هو بيحتوي على كالسيوم اكثر بكثير من الحليب كامل الدسم. كثير ناس بتقول اذا حليب ما نب بدسم وما نب قشطه فهو ما بفيد، وهي معلومه اكيد خاطئه. كمان عندنا السردين بيحتوي على نسبه كالسيوم اكثر بكثير من الحليب، اللوز كمان بيحتوي على كالسيوم ومغنيسيوم. بدنا ننتبه على البوتاسيوم، البوتاسيوم كثير بيلعب على الحاله المزاجيه والعصبيه عند المراه، كمان بيلعب على ارتفاع الضغط. يعني الاشخاص السيدات المعرضات ليصابوا او عندهم بالعيله ارتفاع ضغط الدم او هن معرضين لارتفاع ضغط الدم لازم يتناولوا بوتاسيوم ولازم يتناولوا مغنيسيوم كمية أكبر من غيرهم لحتى ما يسبب لنا مشاكل بعدين، جلطات أو سكتات دماغية.
البوتاسيوم من وين بنقدر نحصل عليه؟ تماما، نحن صغار بنعرفه انه موز هو بوتاسيوم، هو كل شيء لونه اورنج، يعني مثلا مثل البطيخ الاصفر، مثل البردقان، مثل الموز، بيحتوي، تخيلي سلمى انه بتحتوي البطاطا على اكبر كميه من البوتاسيوم. البطاطا، البطاطا العاديه بس صح، بس شرط انه نتناولها بقشره، يعني نحن لما بنتناولها كامله مثل ما هي، لا أنا معرضه لا لحراره ولا لاي شيء، بتحتوي البطاطا الواحده على 925 ملي جرام من البوتاسيوم. يعني اذا نظفناها وشويناها بنقدر ناكلها؟ لا مو شوي، لانه حتى الشوي نحن لما بنعرضها عم تفقد من قيمتها الغذائيه. كيف ناكل قشره؟ نيه البطاطا نيه؟ تمام، او شبه مسلوقه هيك. عرفتي؟ خليتي الناس تضرب عن هي انا عم عشان يعملوا دايت. شموا لدو. وقت كنا صغار كانوا اهالينا يقولوا لنا لا تاكلوا بطاطا نيه بتدودوا او بصير دود ببطنكم، فهي كانت يعني مربعين على هي العاده انه ما صح. صحيحه. بس هي لانه القشره كثير بتفيد تبع البطاطا، حتى البطاطا الحلوه بتحتوي بس على نص الكميه اللي بتحتويها البطاطا العاديه، السبانخ فيها بوتاسيوم، الافوكا فيها بوتاسيوم، المشمش المجفف كل 100 جرام من المشمش المجفف بيحتوي على 1162 ملي جرام من البوتاسيوم، يعني نسبة كتير كبيرة. يعني مو بس الموز مثل تماما، يعني إذا في نوع من الأنواع ما أنه متوفر فينا نستعيد عنه بأنواع تانية. كمان عنا الحديد، هو مصدر جدا مهم لحتى تكون الصحة وبنية السيدة بتكون أقوى. ليش بنقول عم نركز على السيدات؟ أكيد الرجال هنا مهمين كمان، بس السيدات لأنه بيتعرضوا كتير لتغييرات جسدية، الحمل والولادة، الولد يعني البيبي بيسحب كل المغذيات من الام، فلهيك بيكون جسمه اضعف نوعا ما او معرض لتغييرات مفاجئه على جسمه، فلهيك بنركز عليها عند السيدات اكثر من الرجال. الحديد بنقدر ناخذه من الدجاج، من اللحومات، من الاسماك، كل شيء انواع لحومات طبعا فيها حديد. الاشخاص اللي هن النباتيين وما بيحبوا يتناولوا لحوم فيهم يتناولوا بروتين نباتي، فينا نحصل عليه من البقوليات، العدس، الحمص، فينا نحصل عليه من السبانخ، بس أكيد المصدر الحيواني هو أفضل بكثير من النباتي. هلأ كمان بدنا نركز على السيلينيوم. السيلينيوم هو مو بس للصحة العامة، كمان هو فيه مواد للسرطان، هو مضاد، يعني مضاد، يعني ما بيسرع من الخلايا انتشار الخلايا السرطانية. وين موجود؟ بالمكسرات، بالجوز، واللوز، موجود ببذور الشيا. بدنا نركز على كل شيء بموسمه، يعني حتى مثل ما هلا طلع بالريبورت، الرمان هو كثير بيحتوي انتي اوكسيدنت كثير عالي، واي نوع من انواع الفواكه اللي لونها داكنه مثل الفريز، مثل التوت، الرمان، اي شيء لونه احمر هو بيحتوي على انتي اوكسيدنت، او هن بيعلوا من مناعه الجسم، ولما بتعلى مناعه الجسم بصير الجسم بيحارب اي شيء ممكن يتعرض له. فنحن بالسرطان بتقل مناعة الجسم بطريقة كتير مرعبة، بترتفع كتير كريات البيض، فبصير الجسم يعني كله كريات بيض، بصير بس بدنا يدافعوا عن الجسم. بس إذا شخص أوريدي ما كان عنده باك جراوند صحي وخلفية صحية وبنية يعني قوية، أكيد بيكون صعب إنه يحارب هيك نوع من أنواع الأمراض. نورما، بدنا نسألك عن الأنظمة الغذائية المتبعة، هي بتختلف حسب الفئة العمرية، يعني الصبية بعمر العشرين النظام الغذائي غير بالثلاثين غير بالأربعين، وشو أهم العناصر يعني لازم تركز عليها هون حسب كل فئة عمرية؟ هلأ أهم شيء مثلا نحكي على الكالسيوم، الكالسيوم بعمر قبل الأربعين لازم نتناول 1200 ملي جرام باليوم، بعمر الأربعين للخمسين لازم نتناول 1000 بما يعادل شو؟ يعني كاسة حليب أكثر؟ ما فينا نقول كاسة حليب، لأنه ممكن الشخص يكون كتير عنده نقص كتير قوي، ما بيتعوض هذا النقص بالأغذية، يعني ممكن أنه نلجأ لنستعيد 100% مثلا سبليمنتس أو هيك. ممكن مقدار كاسة لكاستين باليوم حليب أو لبن، ممكن إنه تعطينا شوي من هالقيمة. بعد سن الخمسين بنرجع للألف ومئتين ميلي جرام. عرفتي؟ يعني هي لسن 30-40 عنا شيء، من الأربعين للخمسين. ليش عم نقول للأربعين للخمسين؟ لأنه بيطرق هون على الجسد تغيير،
يعني تغييرات، ممكن مثلا انقطاع الدورة الشهرية، ممكن يصير عنا خربطة هرمونية بتأثر على الجسم مثلا. هلا أغلب الصبايا عم يتعرضوا لمبيض متعدد القياسات PCOS، يعني هلا مرض منتشر. من الخربطة الهرمونية بننتقل لكثير مشاكل ثانية، يعني الخربطة الهرمونية ممكن تسبب لنا أوقات سرطان ثدي، ارتفاع البرولاكتين بالصدر اللي هو هرمون الحليب ممكن يسبب لنا سرطان ثدي، النظام الغذائي كله الغلط ممكن يسبب لنا سرطان ثدي، بما انه عم نحكي كنا عن سرطان الثدي. فهي ما فينا نقول شغله واحده، هي باكج كامله. لما شغله عنصر واحد منا بينقص اكيد حيعملنا خلل. مثل ما قلنا بدنا نركز على هدول الفيتامينات اللي حكينا عنهم بكل الاعمار، بس اكثر شيء بسن الأربعين وطلوع، لانه خلص الجسم البني نحن كل 10 سنين بيتغير جسمنا، بيتغير في شيء بجسمنا. بدي احكي ثلاث دراسات كثير كثير مهمه بالمجال التغذوي. اثبتت دراسات كثير بيقولوا انه الاشخاص اللي بيعانوا من مرض السرطان ما بيقدروا يتناولوا سكريات، لانه السكريات بتسرع من انتشار الخلايا او بتسرع انتشار خلايا سرطانيه. هلا ما فينا نقول انه هو السكر بحد ذاته، لا، وانما الكميه الكبيره من السكريات، يعني الانسولين العالي جدا، لما بيصير في عنا ارتفاعات مفاجئه بالجسم للانسولين، يعني انت فجاه سكر عندك الجلوكوز 70 فجاه صار 100، هيدا الرفعه بتعملنا خطر. نحن يعني هي هو مهدد لصحتنا، بس انه هنا نحن ما فينا نقول انه السكريات بشكل عام انه هي خطيره، لا، هذا مصطلح كثير متداول بين الناس، دراسات الجديده صلحته. كمان كل شيء عندنا اياه فيه مواد حافظه، البقوليات المعلبه، المرتديلا مثلا، اللحوم الحمراء المعلبه، السجق اللي الهوت دوك، كمان عندنا كل شيء لحومات مدخنه او مجففه، هدول كثير بياثروا على صحتنا، يعني بيحتوي على مواد اول شيء مؤذيه، ثاني شيء انت ما عم تاخذي القيمه الغذائيه منهم. الشغله الاهم انه هن انت معرضه انه يصير عندك خلايا سرطانيه بسببهم، فنحن بنلغيهم من نظامنا الغذائي، افضل انه نحن نتناولهم. كمان دراسات اثبتت انه البدانه يلي الأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع بالكوليسترول أو أي العامل الوراثي الموجود بالعائلة، إذا كان في نسبة عالية من الكوليسترول فممكن يكون عندنا خطر بالإصابة بسرطان الثدي. يعني كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده، فدائما بالتوازن وبالنظام الغذائي المتوازن بنقدر نحن نسيطر على كل شيء. ما فينا نمنع خطر الإصابة من أي مرض، لا، نحن بنعمل عامل وقائي. ما فينا نقول انه لا، نحن بنحاول نخفف، مثل مثلا التهاب الكبد او الريقان مثلا، بيقولوا لك انه لازم تتناول كميه كثير كبيره من السكريات لتاخذي طاقه وتقاوم المرض، هو كثير غلط، لانه السكر بتعب الشخص اللي بيكون اللي عنده ريقان. فلهيك لازم ناخذ مثلا اي نوع من انواع النخاله، اي نوع من انواع الالياف، لازم صحي على سيرة الألياف، لازم نحن نتناول كل يوم 24 جرام من الألياف. كيف نقدر نحصل عليهم؟ أول شيء لنحافظ على صحة الجهاز الهضمي والحركة المعوية، بدنا نحصل عليهم من 2 ل3 قطع فواكه كل يوم وكوبين من الخضار، هيك بنكون حققنا من 19 ل20 جرام. كيف بنقدر نحصل على الباقي لناخذ الجرعة اليومية من الألياف؟ ممكن نضيف الشوفان لسلطاتنا، ممكن نضيف خبز للشعير لوجباتنا، نستبدل الخبز العادي بالخبز للشعير كمان لأنه فيه ألياف كتير عالية، ممكن أنه نستبدل الرز الأبيض برز أسمر أو ببرغل أو بالفريكة، ممكن نستبدل المعكرونة البيضة بالمعكرونة السمراء. دائما هاي العملية التبادلية والعملية الاستبدالية هي اللي بتخفف لك من خطر من خطر انك تنصابي بشيء، او من خطر انه الاثار الجانبيه تبع اي اكله. ودائما بيقولوا انه بعد عن المشروبات الغازيه لحتى ما تنصاب بالسكر، مو بس بالسكر، بالسكر وبالضغط بالامراض القلبيه وبالسرطانات. والتدخين اصلا هو على العلبه مكتوب انه التدخين يسبب السرطان،
فلازم كمان هي مجموعة من الأشياء كل ما اتبعناها بشكل صحيح أكيد بنوصل للفاينل بأخذين البطولة يعني. يعني نصائح متعددة اليوم، نتمنى يكون الكل استفاد منها. شكرا لك دكتورة نور على وجودك وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها. مرسي لك سلمى، مرسي نرمين. وبقول كلمة أخيرة للكل، لازم تحبي حالك قبل كل شيء. مثل ما انت طالبه من العالم يحبوكي، حبي يخليهم يحبوكي مثل ما انت بتحبي حالك. اهم شيء بصحتك، لانه ما في بيت ما فيه ام وست وبنت، يعني كلياتنا معرضين لخطر الاصابه بسرطان الثدي، وكلياتنا معرضين لاي مرض. بس عم بحكي عن سرطان الثدي لانه كثير منتشر بين السيدات نتيجه النظام الغذائي الخاطئ وعدم الوعي. يعني ممكن يقولوا انه انا عمري 30 ما ممكن اني انصاب بالسرطان. انا بوجه تحيه لكل بنت بلغت عمر 30 تروح على اقرب مركز وتعمل الصور اللازمة وتتأكد من كل شيء وتتبع نظام غذائي لحتى تصير صحتها أفضل. شكرا لك كثير دكتورة نور، دائما ناخذ منك المعلومة الأكيدة والمفيدة. شكرا لكم، شكرا كثير.